اسمه ويليام مارتون هو شخصية لها تأثير أكبر مما تتخيل، وربما كان عليك دائما أن تذكر هذا الاسم عندما تصاب بألم لا يطاق وتحمد الله على أنه أرسل لعالمنا ويليام مارتون، فهو المسؤول الأول عن استعمال التخدير أو البنج في العمليات الجراحية، وهو أول من استخدم الأثير في العمليات الجراحية كمخدر، إذ أن هذا الاختراع قد أوجد اختلافا في حالة البشرية، وقد كانت بشاعة الجراحة لا يتصورها العقل عندما كان المريض مضطرا لأن يبقى واعي الحواس بينما كان الجراح ينشر عظامه لبتر عضو مصاب من أعضائه. ولا شك أن المقدرة لوضع حد لهذه الآلام المبرحة هي إحدى أعظم الهدايا والهبات التي يستطيع أي إنسان أن يقدمها لإخوانه في الإنسانية. فاليوم نتحدث عن ويليام مارتون أبو التخدير في العالم. ولد ويليام توماس جرين مارتون في أغسطس عام 1819، أما مسقط رأسه فكان بأمريكا بمدينة شارلتون. بعد أن أنهى ويليام مارتون تعليمه الثانوي قرر أن يلتحق بكلية الطب، وبالفعل استطاع أن ينهي تعليمه بها في عام 1842 من كلية ألتيمور لطب الأسنان، وبعد أن تخرج لم يتوقف عن إتمام تعليمه، وبعد تخرجه بعام تزوج من إليزابيث وايتمان، ثم تابع دراسته على يد الدكتور تشارلز جاكسون بمدرسة هارفارد للطب، ومنح درجة الطب الفخرية عام 1852 من جامعة واشنطن ببالتيمور. اجتهد العلماء قديما في البحث عن حل لتسكين الألام الحادة التي يعاني منها المريض الذي تضطره الظروف للخضوع لإجراء العمليات الجراحية، فأسفرت بعض الأبحاث عن استخدام بعض الأعشاب التي تقلل من الإحساس بالألم مثل الأفيون والقنب وغيرها، ولكنها لم تقضي على الألم نهائيا نظرا لاستخدامها بتركيزات قليلة لأن الكثير منها يفضي إلى الموت. ثم جاءت المشروبات الكحولية كوسيلة لتخفيف الألم، ولكن المريض ما يلبث أن يشعر بالألم ويسترد وعيه، كما حاول البعض إفقاد المريض لوعيه حتى يتم الانتهاء من العملية، وأيضا استخدام التنويم المغناطيسي، وقام الصينيون باستخدام الإبر للتحكم في الألم وغيرها الكثير من الوسائل التي لم تحقق الكثير من النجاح. وكان لكي يتم إجراء عملية لمريض يجب تقييده جيدا على منضدة العمليات حتى يتم الانتهاء من العملية، وكان الكثير من العمليات ينتهي بوفاة المريض. بدأ التخدير يأخذ شكلا آخر بداية من أواخر القرن 18، فاكتشف الكيميائي بريستلي غاز أكسيد النيتروز والذي له تأثير مختلف للألم، كما اكتشف مايكل فارادي أن استنشاق غاز الأثير له تأثير يسبب فقدان الإحساس بالألم، وتوصل الدكتور هوراس ويلز وهو أحد الأساتذة الذين تعلم منهم، ثم أصبح الاثنان شركاء في الاهتمام بالتخدير إلى استخدام غاز الضحك أو أكسيد النيتروز كوسيلة للتخدير أثناء إجراء جراحات الأسنان، ولكن لم يكتب لويلز النجاح في عرض تجاربه أمام الأطباء. جاء دور مارتون بعد ذلك، والذي توصل إلى أن الغاز المضحك ليس وسيلة فعالة في تخفيف آلام المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية، فلجأ إلى استخدام الأثير والذي عرف عنه أنه له خواص خافضة للألم ومفقدة للإحساس. انكب مارتون على تجاربه على الأثير كمخدر، وكانت البداية عندما جربه على كلبه ووجد أنه بعد التخدير يعود إلى وعيه بعد فترة قصيرة أو طويلة تبعا لمقدار جرعة الأثير المعطى، ثم جربه مرة أخرى على نفسه في خلع أسنانه، وكانت أول تجربة فعلية طبقها على حالة مرضية في 30 سبتمبر 1846، عندما استخدمه في إجراء إحدى الجراحات في أسنان مريض له، أبدى استعداده لتحمل أي شيء من أجل التخلص من الألم. وبالفعل استخدم مارتون الأثير في تخدير المريض، وعندما أفاق من التخدير قال لمارتون إنه لم يشعر بأي ألم أثناء الجراحة، وكان هذا إذانا بفتح باب جديد في الطب من أجل القضاء على الألم أثناء إجراء العمليات الجراحية. توالت العمليات الجراحية التي قام بها مارتون بعد ذلك، وتم نشر هذا الاكتشاف في الصحف، إلا أنه دار الخلاف بين الأطباء حول لمن يرجع الفضل في اكتشاف الأثير واستخدامه كمخدر في العمليات الجراحية. فبعد نجاح مارتون تقدم أستاذه تشارلز جاكسون وادعى أنه هو الذي اقترح عليه استخدام الأثير كمخدر، ويقال أنه قبل اكتشاف مارتون هذا كان أحد الأطباء ويدعى كروفر لونغ قد استخدمه في التخدير ولم يعلن عن تجربته، ولم يظهر إلا بعد أن أعلن مارتون عن اكتشافه، ولم يتمكن مارتون من تسجيل اكتشافه للمخدر ولكنه سجل جهاز التخدير. وعلى الرغم من استخدام الإثير كمخدر في الكثير من العمليات،
تم تجاهل مكتشفه مورتون تماماً، مما أصابه بكثير من المرارة والإحباط، وتوفي فقيراً بعد أن ضاعت جهوده من الناحية المادية، لكن اسمه ارتبط مع أعظم اكتشاف أفاد البشرية على مر التاريخ. وهكذا أصبح التخدير مفتاحاً للتخلص من المعاناة والألم عند إجراء العمليات الجراحية بفضل الله أولاً ثم بجهود مورتون ذلك الطبيب المغمور. توفي مورتون في 15 يوليو 1868 في 50 من عمره، بعد أن قدم للعالم خدمة عظيمة باكتشافه التخدير. وقد فتح مورتون الباب لمزيد من الاكتشافات في مجال التخدير بعد ذلك. العالم ويليام مورتون ليس مجرد اسم، إنه رجل أراح العالم من ألم العمليات والجراحات، وكان سبباً في انطلاق الأطباء في تنفيذ عملياتهم بحرية تامة، وأتاح للمرضى إجراء العمليات دون تحمل عبء المعاناة والألم الذي ينتظرهم أثناء إجراء العمليات.